ديترويت ميشيغان، كارين بوستاني بتحاول رجل حفر التاريخ بمسيرته. You are one of the greatest CEOs in the car industry. I have revived Nissan. مقابلة خاصة مع الرائد بمجال صناعة السيارات بالعالم كارلوس غوسون. I'm the boy from the bricks. He's going to come to Japan and save a company that Japanese could not save. تعرفنا عليه أكثر وعلى مسيرته المهنية. ذكريات حميمة. It's very tough to leave Lebanon. سر نجاحه. I'm different. وأمور لأول مرة بيبوح فيها. What is your secret? من معرض ديترويت الدولي للسيارات ولأول مرة من داخل مختبرات نيسان. I have changed Nissan. You are an example for the new generation in Lebanon. Ecrire Lhistoire. كتب التاريخ. Season 2. مع كارين بوستاني الجمعة 10 المساء على الام تي في. نيسان باث فايندر الجديدة كلياً، الجيل الجديد من سيارات الدفع الرباعي.